فضيحة وزارة الداخلية في ديربن، هكذا وصف مرشح لائحة نحو التغيير في دائرة الجنوب الثالثة حسن بزي الشكاوى التي وردت من المغتربين في الولاية الأمريكية، حيث يعيش كما قال نحو 60,000 من أهالي بنت جبيل. وبحسب ما نشر بزي عبر حسابه على الفيسبوك أن 5,000 سجلوا أسماءهم لترد على لوائح القيد أسماء 156 ناخبا من بنت جبيل فقط، ما يطرح علامات استفهام حول نية إقصائية لأصوات من المتوقع أن تصب لصالح قوان تغييرية من خارج نسيج الأحزاب السياسية التقليدية كما قال بزي. هذا يعني يسمى فضيحة كبيرة، إما أن وزارة الخارجية تواطأت ولم ترسل الأسماء إلى الداخلية، وإما أن وزارة الخارجية أرسلتها ولكن الداخلية تواطأت لعدم إرسالها. بدنا بيان توضيحي من الخارجية ومن الداخلية، وبعد البيان التوضيحي قد نلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية تحفظ حقنا. أصوات ديربورن في قضاء بنت جبيل على قليل، إذا حصلنا على نصها ممكن أن نشكل خرق في اللائحة والحصول على مقعد نيابي. ما قاله بزي نفته وزارة الخارجية، حيث أكد المدير العام للمغتربين هادي هاشم أن الرقم ليس دقيقا، ولكنهم واجهوا حالات عدة، إذ أن عددا كبير من اللبنانيين لم يكملوا إجراءات تسجيل بياناتهم ولم يؤكدوا عناوين بريدهم الإلكتروني. وأضاف أن معالجة المسألة في عهدة وزارة الداخلية. في ناس عملوا أول مرحلة من الآلية ولم يتم استكمال المرحلة الثانية، لم يصلهم بعدين الباسورد واليوزر وكملوا عملية التسجيل. فهي الحالات تدرس على كل حالة لوحدها تنشوف شو السبب اللي ما وصلنا لهون. في كتير أسباب، الناس اللي عم بتعبي الطلبات ما كملوا طلباتهم أو ما استكملت أو ما استوفوا الشروط أو ما كملوا المستندات. وبالتدقيق بالأرقام، اقترع فقط في ديربن قرابة 3,000 شخص، وبحسب الخارجية الحديث عن 60,000 ناخب غير منطقي، فإن هناك قرابة 5,500 شخص أرسلوا أوراقهم ولكنها رفضت، لأن الملف لكل شخص يجب أن يتضمن هوية لبنانية وإثباتات أنه مقيم في الخارج من خلال جنسية أجنبية أو إقامة أو شهادة قيادة. وتؤكد المصادر أنه تم التواصل مع هؤلاء، حيث أن تحديدا 5,181 شخص استوفوا كل الشروط والباقون لم يكملوا أوراقهم، أو أن بعض الأسماء لم ترد بسبب خلل في عملية التسجيل. تواصلنا مع بعض المغتربين الذين أكدوا أنهم سجلوا وحصلوا على تأكيد، ولكن لدى مراجعة الرابط الإلكتروني كما يظهر في الصورة ربما سقط سهوا تأكيد التسجيل للبريد الإلكتروني كما حصل مع المغترب زهير عسيلي. الصفاضة بحسب الإيميل اللي موجود معي لما فرجيت عليه على التليفون بتقول إنه الصفاضة استقبلت الإيميل تاعك وأرسلته إلى الداخلية، ولكن نحن كصفاضة هون منا وزارة الداخلية لحتى نعرف شو اللي حصل. الأخطاء في عملية التسجيل واردة من وزارة الخارجية، ولكن القرار النهائي والجهة التي تصدر لوائح القيد هي وزارة الداخلية. كذلك فإن التقصير ربما يكمن أيضا بغياب حملات التوعية لكيفية التسجيل إلكترونيا عبر المواقع الرسمية.